Okay. Number 19. Exercise. 19, page 57. Okay. A dilute solution of sulfuric acid. قلنا الأسيد هو H plus H2 is added to a mixture plus mixture of Cu plus Fe M equal 15 grams. Write the balance equation of the occurring reaction. طبعا بيكون معطيكم given E Cu 2 plus Cu 0.34 volt E of Fe 2 plus Fe minus 0.44 volt E H plus H2 equal zero. شو بعمل هلا هون يا شباب وصبايا؟ شو بعمل؟ هيدا اكس هاي زيرو 0.34 minus 0.44 Cu2 plus Cu H plus H2 Fe 2 plus Fe. هون يا شباب ويا صبايا شو بدي اعمل؟ بدي underline the introduced chemical species. شو هني ال introduced chemical species؟ هيها H plus Cu Fe. هو هني ال introduced. فإذا عندي هاي H plus و Fe. أي منهم according to gamma؟ أي منهم according to gamma؟ لا H plus ولا Fe. Fe فإذا gamma. Fair reaction. ولكن between Cu and H plus شو هاي؟ Anti gamma. فيش reaction. صح؟ مظبوط ولا لا؟ شو منقول؟ مظبوط. منقول سنس اي سي يو 2 بلس سي يو جريتر ذان اي اوف اتش بلس اتش 2 نو رياكشن بتوين Cu and H plus. That was it. Since E H plus H2 greater than E of Fe 2 plus Fe, شو بيطلع عنا؟ A spontaneous reaction. Reaction is produced between two H plus and Fe. شو صار عندي؟ H plus plus Fe gives what? H2 plus Fe2 plus according to gamma. نعمل balance. H plus هون 2H plus plus 2 electrons gives what? H2. ليه؟ هيدي reduction. Fe gives
Fe 2 plus plus 2 electrons. شو صار هون عندي 2؟ هي. مين عنده أي سؤال حبيبتي؟ مين عنده أي سؤال؟ مين عنده سؤال؟ حدا عم يكتب؟ لا يا استاذ، ما فيش سؤال. هلا البارت 2 شو بيقول لي؟ بارت بي استاذ، نحن كيف بنعرف انه اف اي بتصير اف اي 2 بلس؟ ما الكابل اف اي بعطيك اف اي 2 بلس. انا بعطيكم اياهم بس انه انت على الدسرنا ماخذينه صرنا نعرف فيها اف اي اف اي 2 بلس. ماشي الحال؟ بس انا بعطيكم اياهم الكابل. ماشي الحال؟ اوكي. فهمتيها؟ طيب بيقول لي the volume of H2 evolved at standard condition is V. VH2 equal 4.48 liter. ومعطيني VM equal 24 liter per mole. What is the mass of each of the metals? طيب وين عندي reaction 2H plus plus Fe gives what Fe 2 plus plus H2. أنا من هون شو بطلع M of H2 equal V of H2 over VM equal 4.48 over 24 equal 4.48 divide 24 0 point equal 0.186 مول. من هون شو بطلع؟ مش according to SR we can calculate the number of mole of Fe according to SR N of Fe over 1 equal N of H2 over 1. يعني N of Fe equal N of H2 equal 0.186 مول. طيب طالب مني الماس M equal N times M equal 0.186 times 56 given. أنا بكون معطيكم given طبعا ها given capital M Fe 56 gram per mole. ماشي الحال حبيبي؟ استاذ انت كتبت هون شيء قبل هون؟ نعم عيني. انت كتبت شيء قبل هول عشان انا لا 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 في حلينا سؤال كنا حلينا هيك كمان استاذ عشان الواي فاي كان سيء لك حلينا اول بارت حلينا الساعه الماضيه هذا البارت جديد ماشي equal 10.45 جرام. طيب انا عندي الميكسر ام توتال equal ام اوف سي يو plus M of Fe 15 equal M of Cu plus 10.45. M of Cu equal 15 minus 10.45 equal 4.55 grams. اللي كانوا مأخرين أنا هون عندي شو قايل لي total mass هو 15 جرام من شو؟ من السيو من الاف اي. هي اللي في رياكشن، هي الرياكشن. هي الرياكشن. معطيني الفوليوم اوف اتش 2، معطيني في ام. كالكوليت ذا نمبر اوف مول. انا اتش 2 ايكوال في اتش 2 اوفر في ام. هي طلعناها، مضبوط ولا لا؟ هي. According to SR ان اف اي اوفر 1 ايكوال ان اتش 2 اوفر 1. N Fe equal N H2 equal 0.186 mol. N equal M equal N times M 0.186 times 56. 56 is given.
طلع عندي الماس. اوكي طالب مني الماس اوف سي يو ام توتال ايكوال شو ام سي يو بلس ام اف اي 15 ايكوال ام سي يو بلس هاي بيطلع عندي ام لل في مشكله شيء اللي عنده سؤال فيسال واللي عم يكتب فيكتب هلا نمبر 20 اكسرسايز نمبر 20 شو بيقول السؤال 5.5 جرام اوف برونز برونز بتعرفوا سامعين بالبرونز انتوا هو عباره عن الوي يعني شو معنات الوي ميكسشر اوف ميتالز الالوي هو ميكسشر استاذ علي كريست انا بالحصه بس الماي مايك عم يشتغل علي مش سامع مش سامع حبيبي مش سامع استاذ علي كريست عندنا معنا بالحصه بس عنده المايك هون مش شغال مش مشكله حبيبي ايكوال 5.5 جرام مش ما لها فايده سي يو بلس اس ان ميكشر كونتينينج 23% اوف اس ان برسنتج ام اوف اس ان equal 23% can we calculate the mass of sn equal m of sn over m total times 100 implies that m sn equal 23 times m total over 100 equal 23 times 5.5 over 100 equal واضحة هيدي يا شباب صبايا استاذ حبيبي نعم الصادق معنا بالحصة بس هو مايكو خربان اذا بدك فك تشوف مش مشكلة جرام ماشي الحال اتفقنا هلا مين مش فاهمينها؟ طيب هلا مكفي السؤال اكيد بنطلع الان اس ام ايكوال ام اوفر ام 1.265 اوفر 119 طبعا given كابيتال ام اس ام 119 جرام بير مول ايكوال زيرو بون زيرو وان زيرو وان مول وان زيرو سكس يعني ما بيأثر ابروكسيمت الدبت ان انا اكس ان 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 اكسس اوف اتش سي ال فاذا شو صار عندي؟ صار عندي رياكشن هيدا عندي اياها هيدا اتش بلس شو حطيت هون؟ سي يو اس ام انا بكون معطيكم جيفن اي اوف سي يو 2 بلس سي يو 0.34 volt E of SN2 plus SN طلع لكم اياها SN2 plus SN minus
0.14. Y of H plus H2 equals 0. حطهم على الأكس. مثل ما بنشتغل هيك عادي. 0.34 هاي شو minus 0.14. CU2 plus CU H plus H2 و SM2 plus SM. What are the initial introduced chemical species? هي هاي initial وهاي initial وهاي initial صح؟ الانيشال introduced. استاذ شو يعني اللي حوقت عليهم؟ هولي دخلناهم بالاول، شو عندك بالاول انت؟ سي يو سي يو سي اس ان و اتش بلس مضبوط ولا لا؟ مضبوط مضبوط. اول شيء شوف لي اي منهم حسب جاما واي منهم انتي جاما؟ ليه؟ الاولى انتي جاما السيو سيو مع الاتش انتي جاما هيدي جاما في رياكشن صح؟ كمان عندي هاي شو؟ هاي انتي جاما ونو رياكشن انتي جاما نو رياكشن صح ولا لا؟ فإذا شو بيعمل هلا؟ عم تكتبوا شيء حبيبي ولا شو؟ عم ناخذ سكرين شوت. طيب هلا the equation شو بقول هلا؟ since E CU2 plus CU greater than E H plus H2 no reaction between two H plus and Cu. هلا since E of H plus H2 greater than E of SM2 plus SM شو بيطلع عندي هلا؟ شو بيطلع عندي؟ صار عندي هلا A spontaneous reaction is produced between H plus and SM. شو صار عندي؟ H plus gives H2 يعني plus 2 electrons هاي 2 SM gives SM2 plus plus 2 electrons add شو صار عندي 2H plus plus SM gives H2 plus SM2 plus. مين عنده أي سؤال يا شباب يا صبي؟ هيدا part A. Part B. بيقلي what is the volume of hydrogen evolved? بدو ال V of H2 equal ومعطيني VM equal 24 liter times mole minus 1. نعم طلع من هون. According to
SR. شو عندي أنا؟ عندي الـ number of mole already طلعتها لمين؟ للـ SN. N of SN over 1 equal N of H2 over 1 implies that N of H2 equal N of SN equal 0.01 mole. وأنا بعرف N equal VH2 divided by VM implies that VM equal N times V of H2 VM. الدال N طلعت 0.01 times 24 0.24 liter. مين عنده أي سؤال؟ مين عنده أي سؤال؟ فيسأل. طيب. انت حاط اخر شيء VM equal N times VM. هيدي V. VH2 ماشي الحال؟ في شيء صعب؟ What is the final concentration? But the concentration SN2 plus is equal N of SN2 plus over V. Who معطيني V equal 200 milliliter equal 0.2 liter. How can we calculate the number of mole of SN by SR according to SR? N of SN, لأنه SN هي الأساس, over 1 equal N of SN 2 plus over 1 implies that N of SN 2 plus equal N of SN equal a day 0.01 concentration of SN2 plus equal to N over V 0.01 over 0.2 0.05 mol liter minus one. شو يا شباب وصبايا؟ صعب شيء؟ لا بس قادر. هيدا الدرس خلص. بدي اذكركم بشغله, احيانا بهذا الدرس بيكون بيقول لك انت مثلا قايل لك عندك اسيد سوليوشن HCl سوليوشن أو H2SO4 solution معطيك الدنسيتي جرام بير مليليتر ومعطيك شو البرسنتج باي ماس. تذكرون هو تذكرون مثلا إذا عندك H2SO4 solution of density density لو افترضنا 100 جرام per liter and percentage by mass equal لو افترضنا 220% capital M equal 98 determine its molar concentration. نعرفه. شو بنقول؟ percentage by mass equal M over M total times 100. M شو بيساوي M؟ M times M over M total density times volume times 100 equal تتذكرونها
تذكرون؟ هن قاعدات الدنسيتي. ها بيدخلوا هون بهالدرس. سي تايمز ام تايمز 100 اوفر دي. سي از ايكوال بيرسنتج تايمز دي اوفر 100 تايمز ام. بيرسنتج ده عندي بيرسنتج 20 تايمز 100 اوفر 98 تايمز ا دي 100. هاي بتروح مع هاي 20 اوفر 98 ايكوال Zero point two. صفر فاصلة اثنين صفر. مول. هلا ممكن يقول لك بهيدا السوليوشن مثلا ها بيقول لك مثلا 20 ملي of this acid ها مثلا are added to a mixture of CU مثلا ZN. Write the equation. مثل ليكو هون مثل هونيك بس بيزيد علي هيدي. سمعنا؟ علشان هيك نحن كله ما فينا نمشي كله معلق ببعض. شو صار عندي انا هنا هون؟ صار عندي بقول انا بكون معطيكم هيدي زد ان 2 بلس زد ان. بس فيك ترجع للسلايد دي قبل عشان تصورها. مو ما صرت محيها وراح ابعث لكم اياها. ابعث لكم اياها هلا. ماشي الحال؟ ماشي الحال؟ هلا ليه؟ هلا هون هاي مع هاي نو رياكشن. نو رياكشن. شو عندي كمان؟ مثل هونيك بالضبط. هاي مع هاي في رياكشن. واضح؟ منقول سنس E CO2 plus CO greater than E H plus H2 no reaction. E